السلام عليكم. هذا واحد المشكل كيواجه عدد كبير من صناع المحتوى المبتدئين على اليوتيوب. اذا بعد ما كتنشأ قناتك على اليوتيوب وكتحقق دوك الشروط اللي طلبها اليوتيوب وكتبغي تراسل القناه ديالك للادسنس باش تتم المراجعه ديالها باش يعني تبقى تدخل الفلوس من القناه ديالك، فكيواجهك واحد المشكل اللي هو الى حدود الان ما عندوش حل او لكن بعض الحلول الترقيعيه طبعا غادي نشاركها معكم. اذا هذا المشكل اللي هو اثبات ملكيه رقم الهاتف في اليوتيوب. اذا بعد ما كتنشا القناه ديالك وكتحقق دوك الشروط كتمشي باش تفتح حساب على جوجل ادسنس، كتفتح الحساب على جوجل ادسنس وكتربطه مع القناه ديالك، كتفعل الخطوه الاولى، كتوصل للخطوه الثانيه، فلا بد باش انك دير اثبات ملكيه رقم الهاتف طبعا في اليوتيوب. اذا ملي كتجي تدخل رقم الهاتف ديالك باش يرسلوا لك واحد الكود من بعد باش تثبت الملكيه ديال القناه ديالك عن طريق الهاتف، فما تيبغيش دوز هذه المرحله او هذه الخطوه هذه. فالاخوان انني حاولت انني باش نلقى يعني واحد انني باش نلقى الحل، قلبت يعني في مجموعه من المقالات، قلبت في القنوات الغربيه باش زعما نلقى هذا المشكل كيتناولوا او لا حتى هما يعني عندهم، فما لقيتوش يعني هما ما كيعانيوش هذه القضيه، ولكن العالم العربي هو اللي كيعاني من هذا المشكل هذا. وما عرفتش حقيقه علاش ديما العرب تيعانيو من يعني واحد المجموعه من المشاكل في اليوتيوب، في الادسنس، في الفيسبوك، يعني ما عرفتش واش هادشي ممنهج او لا، يعني ما عرفتش. المهم على اين حاولت انني باش نتواصل مع منتدى الدعم العربي وطرحت لهم هذا المشكل هذا، اعطوني واحد المجموعه من الحلول، ولكن بيني وبينكم كتبان لي الحلول الترقيعيه ماشي حلول جذريه. كاين حل واحد اللي جذري باش انكم تجاوزوا هذه المرحله هذه وترسلوا القناه ديالكم للمراجعه وتقبل وتبقاو تحققوا يعني الفلوس على القناه ديالكم. فملي تواصلت مع الدعم العربي اقترح لي واحد المجموعه من الحلول، انا كتبان لي بيني وبينكم كما قلت لكم حلول ترقيعيه. المهم قال لي هناك العديد من الحلول والنصائح الموجوده على الانترنت، ولقد قرات ان من بعضها، ها هو شنو غايقول لي؟ يقول لي تغير رقم الهاتف اكثر من مره، يعني غير رقم الهاتف ديالك ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، ولكن ما يمكنش. اذا الخطوه الثانيه قال لي تغيير اسم شركه الاتصالات من في بلدك، مثلا الا كنتي كتخدم باتصالات دير انوي، كنتي كتخدم بانوي دير ميديتيل، المهم ولا الاورنج. الحل الاخر قال لي تغيير لغه التصفح في هاتفك او المتصفح الذي تستخدمه من العربيه الى اللغه الانجليزيه او العكس. مثلا عندك واحد المتصفح فايرفوكس مثلا او لا جوجل كروم او لا هذا، حاول تغير له اللغه، كان عندك بالانجليزيه غيره للعربيه، كان بالعربيه غيره للفرنسيه. الحل الاخر قال لي تغيير الجهاز الذي تستخدمه مثل الحاسوب او الهاتف او تابلت، كنتي كتخدم الحاسوب وما بغاش دوز لك هذه المرحله غيرها، شوف الهاتف او لا التابلت. حل اخر قال لي تغيير مصدر الانترنت مثل الواي فاي او لا 3 جي او لا 4 جي، كنتي كتخدم بالواي فاي حاول تخدم بال 4 جي، كنتي كتخدم بال 4 جي حاول تخدم بال 3 جي. قال لي حل اخر بعد الرفع بعد رفض رقم هاتفك لا تجرب مره ثانيه الا بعد الانتظار مده 24 ساعه، واذا ظهر لك نفس الخطا انتظر مده اسبوع قبل اعاده المحاوله مره ثالثه. وفي الاخير غادي يقول لي لم اجرب هذه الحلول لاني لم اواجه هذه المشكله حتى اكون صادقا، وشاركت هذه النصائح معك التي وجدتها على مقال بعنوان حل مشاكل اثبات ملكيه رقم الهاتف في اليوتيوب ادموبل ادسنس رغم عدم تجربتها، لانها من خبرتي لا اعتقد ان تجربتها من المحتمل ان يسبب ضررا عليك. يعني بحال قال لي غير جرب هذا الشيء هذا، جرب يعني الاولى والثانيه والثالثه راه ما غيوقع لك حتى مشكل. اذا هذه كما قلت لكم بعض الحلول اللي كتبان لي انها ترقيعيه، بامكانكم انكم تجربوها وتشوفوا. ربما انه يتحل المشكل معكم انتمايا. الحل اللي كيبان لي انا جذري واللي جربوه عدد كبير ونجح معاهم، اللي هو غادي تشوفوا شي رقم ديال شي صديق ديالكم او لا اخ او لا ممشي واحد قريب ليكم يكون في اوروبا او لا في امريكا، غادي تقولوا له باننا غادي نرسلو. ولكن الاخوان هذا الشيء هذا طبعا حل، غادي يرسل لكم الكود وغادي تحل المشكل، ولكن يقدر يخلق لكم مشكل من بعد، لانكم ضروري خصكم تغيروا العنوان ديال المنزل ديالكم وتغيروا البلد. اذا الا كنتوا شي واحد كتثقوا فيه أو شي صديق ديالكم فبإمكانكم أنكم تجربوا هذا الحل هذا. أما
الى ما كنتوش طبعا كتثقوا فيه فراه كيتبعوا ارقام طبعا كاينين المواقع اللي كتبيع ارقام اوروبيه بامكانكم انكم تشريو شي رقم طبعا يكون ديالكم نتوماية ومن بعد مباشره يعني تحلوا هذا المشكل هذا الى ما كنتوش زربانين على انكم ترسلوا للقناه المراجعه. اما الى ما كنتوش زربانين فهذا راه مشكل تقني في العالم العربي وتحديدا في المغرب فانتظروا حتى يتحل المشكل. فكما قريت انا يعني في المقالات الخاصه بالدعم ديال اليوتيوب قال لك حنا راه كنحاولوا باش اننا نحلوا هذا المشكل هذا. اذا كنتمنى على ان يعني المسائل اللي تطرق ليها تكون واضحه. فاذا كان عندكم شي تساؤل خليوه لي اسفل هذا الفيديو هذا. والى الحلقه القادمه ان شاء الله.